بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. امبارح وعلى غفلة تقوم مظاهرات قوية جدا وتقتحم المنطقة الخضراء في العراق وتقتحم البرلمان العراقي في صورة تشابه الحالة السريلانكية، وطبعا الموضوع ده مترتب ومتنظم وواضح جدا انه مترتب ومتنظم. وانا قلت لكم من سنتين ونص ان الثورة في العراق جايبة امور مش موجودة في الثورات العربية السابقة، وهي عملية التنظيم والترتيب، وان هي بتعمل قيادة ليها، وكان في من قبل واحد قائد ليها اسمه العلي. هسيب لك الرابط بتاع الفيديو القديم عشان تتفرج عليه وتشوف مدى مطابقة الكلام اللي انا قلته لك من سنتين ونص الى الواقع النهاردة. لكن خليني دلوقتي ان انا اخش في عمق المسألة. صراع قوي جدا يا جماعة في العراق، صراع امريكي تركي، صراع امريكي ايراني، صراع تركي ايراني، صراع كمان روسي، يعني برضو روسيا لها نصيب، وان كانت روسيا مستنية المحصلة، وتركيا كذلك سايبة ايران وامريكا يتصارعون ومنتظرين المحصلة. ايه هو المكر اللي دائر في العراق؟ ده اللي هنعرفه مع بعضينا، فخليك معايا. الكل يتآمر عليه، الكل يتآمر عليه، الكل يتآمر عليه. اقرأ التعليق المثبت اسفل الفيديو وجزاكم الله خيرا. شوف، انا عايز اذكرك بحاجة مهمة جدا في الشعوب الثورات. ايه هي؟ هي ان الشعب الشخص العادي عايز يصحى من النوم يروح المصنع بتاعه وينتج عشان اخر الشهر ياخد الراتب بتاعه ويقدر يصرف على عياله، والحياة ماشية بالشكل كده، الفلاح زيه والدكتور زيه والمهندس زيه، يعني دي عقلية الشعب. لكن عقلية السياسيين مختلفة وعقلية الصراع مختلفة تماما. زمان قبل ايام القبائل وكده كانت عقلية القبائل ايه هي؟ ان الرجل هو عسكري وقت العسكرية ومدني وقت المدنية، يعني في سلم اهو بينتج وبيشتغل وبيكبر الثروة بتاعته وبتاعة القبيلة بتاعته وكده، ولكن لما يكون في حرب على طول بتلاقيه مقاتل. الصورة دي اختفت، الصورة دي اختفت بفعل فاعل بعد ظهور القومية، في بعد حرب 30 عام في اوروبا لقوا ان ده مرض عندهم في المجتمع، وطبعا اي مرض عندهم بيصدروه لكل العالم بالذات الدول الاسلامية عشان يضعفوها. المدني عشان تحرك ويروح يعمل ثورة، هو عايز يعمل ثورة لكن هو مش عايز يروح يواجه لوحده جيش جرار، ويرى ان هذا نوع من الانتحار، وعنده حق الصراحة في هذا التصور، لكن هو عايز تعاون وتواصل وعايز امور كتير. الامور الكتير ديت لما امريكا بتحب تستفز دولة او تخرب دولة بتبدأ يعني تغير حكومة في دولة، بتبدأ ان هي توفرها زي ما عملوها على الدكتور مرسي في 30 ثانية زي ما بيسموها كده، وعمل السيسي انقلاب بعديها الخ. خليني اركز في الحالة العراقية من المقدمة اللي انا قلتها لك دي، تعرف مباشرة انه الثورة العراقية اللي انتفضت في بضع ساعات ودخل المتظاهرون المنطقة الخضراء شديدة الحراسة ومحدش قدر يطلق عليهم رصاصة واحدة، ودخلوا اقتحموا البرلمان العراقي محدش قدر يطلق عليهم رصاصة واحدة، بل صدرت اوامر من الحلبوسي على طول قال للقوات الامنية اوعاكم ان انتوا تتحرشوا او ان انتوا تتصدوا او ان انتوا تتصدوا للمتظاهرين. عارف ان في تهديدات في الغرف المظلمة، عارف ان المظاهرات المرة دي منظمة ومسلحة وممكن الدنيا تقلب بشكل رهيب جدا، وعارف كمان ان هو وقت الجد هيهرب وان الحرس بتاعه هيهرب وان حلفائه هيهربوا، عارفين الحكاية دي بشكل يعني بشكل مفصل. طيب مين هو وراء المظاهرات؟ انا مش هقعد احط لك احتمالات، لان هو الصدر اصلا اعترف، يعني هو الصدر في البداية قال لك ان هو بتحية اجلال واحترام منه للمتظاهرين، وبعد كده قال ان هو لو يرى ان المتظاهرين ينسحبوا فسوف يحترم قرارهم، وبعدين هم ردوا قالوا احنا مش هننسحب. لكن اللي حصل فعليا بعدها بسويعات قليلة، يعني ساعة ساعتين كان كله انسحب. طب ازاي هم قال لك احنا مش هننسحب وبعد كده انسحبوا
ومن غير ضرب بخراطيم المية ولا بالغاز مسيل الدموع ولا اطلاق نار ولا الكلام ده. واضح انه اعوان الصدر هم اللي عاملين المظاهرة. عاملين المظاهرة بقى على مين يا ابو الشباب؟ على الحلف الثاني. ما هو الوقت العراق فيها اطراف كتير، طرف الاكراد دول في الشمال ومستنيين المحصلة وهيمشوا مع الكسبان، وطرف اهل السنة وده طرف ضعيف هيعمل زي الاكراد بالظبط ومستني الكسبان هيمشي معاه. والشيعة فيهم طرفين مهمين جدا، طبعا انا بكلمك على الاطراف الرئيسية. الشيعة فيهم طرفين مهمين جدا، هم مين؟ الصدر في جهة وحلفاء ايران في جهة تاني. واحد هيقول لك يا كابتن لطيف ده الصدر هو حليف ايران وكده، اقول لك كان زمان. الصدر مع الكسبان والصدر مع اللي يدعمه ويقدم له الحماية ويضمن الافلات من العقاب، يعني دعم، يعني قانون العصابة الثلاثي الابعاد اللي انا قلت لكم عليه. هو المجرم عايز واحد يدعمه ويحميه للافلات من العقاب دائما، وبعد كده يقدر يرضعه عشان ما يخونوش. لان لو حد دعم مجرم، المجرم ايه اللي بقى؟ هياخد كل اللي هو عايزه وبعد كده هيقول له روح بلط البحر. فلازم الداعم يكون عنده قدرة كمان على رضع ايه هذا المجرم. انا هقول لك حقيقة، امريكا هي اللي بتدعم مقتضى الصدر. واحد يقول لي تركيا، اقول له انا متأكد 100% انها مش تركيا. وان كانت تركيا بتدعم، هتدعم فقط من باب المشورة، يعني هتقدم له مشورة عشان الامريكان ما يخدعوهش، لانه من مصلحة تركيا انه الصدر ينتصر على ميليشيات ايران في العراق، لان تركيا عايزة تمشي ايران من العراق زي ما قلت لكم من قبل. وعايز اقول لك نقطة مهمة جدا كمان عن تركيا، هي ان هي قدر الامكان بتحترم القانون الدولي، برغم ان هو لا يستحق الاحترام، بس هو القانون اللي موجود حاليا. وليه بتعمل تركيا كده؟ عشان خاطر مش عايزة تخش مع اي حد في مشاكل، وعلى اساس كمان ان هناك فقرات كثير من القانون الدولي بتحمي الضعفاء وبتحمي الدول الضعيفة لكن محدش بيطبقها. فتركيا بتمسك في الفقرات ديت وبتحاول ان هي تلزم الدول بهذا الامر. فالاعمال التي تغضب روسيا وايران، تركيا بتحيل هذه الاعمال الى الامريكان مباشرة. هتقول لي مصلحة الامريكان ايه؟ هقول لك خليك معايا. والاعمال اللي بتغضب امريكا، تركيا بتحلها الى روسيا مباشرة لنفس الاسباب، عشان تتجنب المواجهة مع الروس. طيب هي مصلحة امريكا ايه بقى في الموضوع ده؟ ما هي امريكا الوقت ادركت ان هي هتخرج من سوريا وهتخرج من العراق، ويعني هي خلاص الوقت عندها الموضوع ده. مسألة ان هي ما تخرجش مسألة مستحيلة، خاصة لسه قبل 5 ايام او اسبوع قاعدة امريكية في سوريا اطلق عليها صاروخ وعمل شوية دمار وكده، وكل طرف يقول لك مش انا. الاحزاب الكردية بتقول لك طبعا مش احنا، وهم اصلا موليين للامريكان، بس ممكن ولاءهم يتحول بعد كده للروس ويتحول للايرانيين، في حال ان امريكا ما قدرتش توصل لهم الدعم وما قدرتش توفي الحماية. هم هيفكروا مباشرة في ايه؟ هيفكروا مباشرة في اللي يدعمهم ويحميهم، ومش هيلاقوا قدامهم غير ايران وروسيا. وطبعا هم بشار الاسد هيبقى الدعم واصل عن طريق التواصل الجغرافي مع بشار الاسد، لانه ما يقدرش يتكلم، وهم بشار الاسد كان عايزهم يذوبوا في الجيش السوري بتاع بشار الاسد. لكن انا اعتقد ان ايران سترفض هذا الكلام، وان روسيا سترفض هذا الكلام. ليه بقى؟ عشان تفضل الاحزاب دي على الحدود التركية، يقدروا يبتزوا تركيا بيها بشكل او باخر. امريكا لازالت في غيبوبة، مش قادرة تصدق ان هي هتفكك الاحزاب الكردية بايديها في نهاية المطاف، لانها لو ما قدرتش تفكك الاحزاب الكردية بايديها وتخلص الموضوع منه، دول هينقطع عنهم الامداد وهيضطروا يروحوا الى الفلك الروسي الايراني. ولو راحوا للفلك الروسي الايراني، يبقى امريكا هتوقع تركيا في مشكلة. هتقول لي يعني امريكا عايزة تحمي تركيا؟ اقول لك احيانا بتبقى عايزة تحميها
واحيانا تانية بتبقى عايزة تورطها. يعني في الموضع ده هيبقى امام امريكا حل من اتنين، يا يعني اما تحمي تركيا بتفكيك الاحزاب الكردية على الاقل تبعد عن المنطقة دي كلها خالص، او ان هي تدعم تركيا في القضاء عليها وتفكيكها وكده، ده حل قدام امريكا. لو امريكا ما عملتش كده روسيا وايران هيتمكنوا من الاحزاب الكردية دول، وبعد كده هيدعموهم، وبعد كده يتحول الولاء بتاع الاحزاب الكردية من ولاء امريكي الى ولاء روسي، وبعد كده يبدأوا يبتزوا تركيا. هتقول لي برضو عايز افهم ليه، طب ما يبتزوا تركيا ايه المشكلة بالنسبة لامريكا؟ المشكلة بالنسبة لامريكا ان لو نجحت روسيا او ايران او كليهما معا ان هم يبتزوا الاتراك، هيؤثر على القرار السياسي التركي، وده هيخلي القرار السياسي التركي يميل دائما الى كفة الروس وايران، والامر ده امريكا لن تسمح به ابدا. طيب هتقول لي طيب يعني تبقى تركيا في الفلك الامريكي؟ اقول لك ولا تركيا هتقبل تكون في الفلك الروسي ولا هتقبل ان هي تكون في الفلك الامريكي، لكن هتضرب كل طرف بالاخر لحد ما تخلص ايه الموضوع. لذلك العملية التركية المرتقبة في شمال سوريا هي حتى الان معلقة، والساسة الاتراك بيقول لك احنا هنبدأها في اي لحظة وفي اي وقت، واليوم حوالي شهرين الوقت على الموضوع ده. واحد يقول لي يا كابتن لطيف شهرين ده كلام كتير قوي، اقول لك بسبب المفاوضات في غرف المخابرات المظلمة، لان اردوغان يفضل ان هو يحقق نصر بلا حرب او يحقق نصر باقل الخسائر، والامريكان فاهمين الحتة دي فبيحاولوا ان هم يعني يمدوا امد المسألة اكبر قدر ممكن، وعشان كده الوضع ايه يعني زي ما انت شفت كده بيطول. لكن في نهاية المطاف زي ما بيقولوا لك الاتراك، بيقول لك في نهاية المطاف العملية ما زالت ايه قائمة وممكن تندلع في اي لحظة. انا اقول لك ممكن العملية كمان ما تندلعش. ازاي ممكن العملية؟ ممكن الامريكان يحققوا الاهداف التركية وبالتالي ما يبقاش فيه لازمة للعملية خالص، وده احتمال مش قليل، لانه الوقت الامريكان عارفين ان العملية لو بدأت يبقى امريكا هتخسر حلفائها الاكراد اللي هم الميليشيات الكردية، وهتبقى تركيا وصلت للي هي عايزاه، لكن مع سوء العلاقة بين امريكا وبين تركيا. لكن لو امريكا قالت لهم يتراجعوا حتى لو على حساب الميليشيات الايرانية، هتقول لي على حساب الميليشيات الايرانية؟ اقول لك نعم، هم اللي بينهم وبين بعضهم حوالي 15 كيلو متر او اقل، فلما يتراجعوا هيتراجعوا فين؟ فلازم في ارض تساهم وكده. هتقول لي هيحصل اشتباكات؟ اقول لك احتمال كبير جدا يحصل اشتباكات، وفي الحالة دي تركيا هتسمح لامريكا بتمويل الميليشيات الكردية من خلال الاراضي التركية. اقولها لك تاني، تركيا هتسمح بالدعم الامريكي يمر للميليشيات الكردية من خلال الاراضي التركية عشان خاطر ان هم يحاربوا الميليشيات الايرانية الموالية لايران اللي هي جوه سوريا. انا مش بقول لك ان ده هيحصل، لكن بقول لك ان ده احتمال من ضمن الاحتمالات، وانا مش موضوعي العملية السورية اصلا، انا موضوعي العراق. وخليني ارجع لموضوعي. الصراع داخل العراق الان هو صراع شيعي شيعي، مقتضى الصدر بالتيار بتاعه اللي هم خدوا 70% في الانتخابات قصاد الميليشيات الشيعية اللي هي مدعومة من ايران. عايز كمان دليل اوضح من كده على الموضوع، انه مقتضى الصدر بيصفهم بالفاسدين اصلا، ورفض ان هو يشارك في الحكومة بتاعتهم وقال انا مش هشارك مع الفاسدين، يعني اظهر لهم العداء بشكل كبير. راحت ايران مسلطة عليه نوري الملكي، ونوري الملكي دوت يعني ولاءه ايراني شديد جدا، لان ملوش اي منجا الان الا ان ايران تبقى في العراق. واللي متابع تويتر هيشوف الصراعات والنقاشات اللي حصلت بين مقتدى الصدر وبين الملكي، شتائم باختصار
وكل واحد فيهم بيتهم التاني بالخيانة وكده. يعني المسألة مشتعلة بشكل كبير جدا. السؤال القوي الوقت: لماذا أمريكا تدعم مقتدى الصدر؟ باختصار عشان أجيب لك من الآخر، أمريكا إن ما لقيتش حكومة توليها في المنطقة دي، أو على الأقل خالص تتفاهم معها تفاهمات سياسية كبيرة، فالنتيجة ان كل الخليج هيروح من ايديها. هتقول لي يا كابتن لطيف ما هو الخليج رايح، اقول لك ما هو رايح انا متفق معاك وانا قلت الكلام ده قبل كده، لكن لما يروح ويبقى محايد دي كارثة بالنسبة للامريكان، لانه هم هيفقدوا مصدر البترول ومصدر الغاز كمان، وهيفقدوا المسروقات اللي هم بيسرقوها من العرب وكده. دي طبعا كارثة كبيرة جدا فوق دماغ امريكا، لكن امريكا فوق دماغها كارثة لسه اكبر من كده كمان. ايه هي؟ هي ان لو البلاد دي بعد ما فقدتها ما بقتش محايدة وراحت تحت سيطرة الروس او تحت سيطرة الصينيين، وزي ما قلت لكم اكتر من مرة قبل كده، حرب البترول هتنعكس. يعني بدل ما هي الوقت حرب بترول على روسيا اللي هي انتهت بالحرب الأوكرانية، بدل ما كانت حرب بترول على روسيا هتبقى حرب بترول وطاقة وغاز وكل ما يخطر ببالك على الغرب كله، وهيوصلوا لهم برميل البترول $500 وما تستبعدش $1000، هيخربوا بيتهم وبيت اللي جابوهم. يعني أمريكا الوقت من مصلحتها الأساسية ان هي لما تفقد منطقة الشرق الأوسط، لأنه خلاص ما عادش بإمكانها ان هي تحتفظ بها، قواعدها بتتعرض للضرب في سوريا، الأردن كانت إيران عاملة حشد على حدود الأردن، وكلمتكم على حروب شرسة جدا بتدور على حدود الأردن في ظل تعتيم إعلامي، يعني مقال إعلامي ولا كده، بينما هي حرب شرسة ظاهرها تهريب المخدرات وباطنها عمل قلاقل للأردن، لأنه داعم قوي للأمريكان وحليف قوي للأمريكان وكده. وطبعا ما تنسوش كمان الحالة في اليمن والحالة في لبنان. يعني امريكا شعرت الوقت ان هي يعني خلاص ما عادتش قادرة تسيطر، وما تقدرش تجيب لك عساكر وتعمل دعم تاني، لان مرور القوات الامريكية من قناة السويس نفسها اصبح غير مضمون بشكل كامل. ليه؟ هو مين اللي مسيطر على قناة السويس؟ ده السيسي، وده السيسي دوت يعني ولي امريكا. اقول لك نعم انا بدي لك الحق، لكن لما الروس يحبوا يمنعوا وصول الامداد اللي هيحصل ايه؟ اللي هيحصل انه هم هيعملوا معركة على مدخل قناة السويس، وهتبقى الاساطيل الامريكية وممكن والاوروبيين هيخافوا ينضموا اليها عشان مش عايزين يتورطوا مع الروس اكتر من كده. فاللي هيحصل المعركة قبل قناة السويس، وبالتالي اللي هيحصل هينقطع الدعم عن الاسطول الخامس المرابط عند جلالة الملك بهنساوي في البحرين، وبالتالي لما يرابط في لما الاسطول المرابط هناك ما يجلوش دعم، هيبقى تحت رحمة ايران، ممكن تسمح له بالمغادرة بس طبعا مش بالمجان، وممكن تغرقوا في مياه الخليج، وكل الاحتمالات تكون واردة لو قامت الحرب يا جماعة. يعني فجور بمعنى كلمة فجور، ومحدش هيلجأ لحرب نووية، لانه معروف ان الحرب النووية معناها دمار الجميع، ومفيش فيهم واحد هياخد هذا القرار، لان هم احرص الناس على حياة. طبعا سؤال هيطرح نفسه وهيقول انه طيب لو بوتين اغلق مدخل قناة السويس، امريكا هتدعم الخليج ازاي؟ اقول لك ما هي تركيا بقى هتتدخل في الموضوع دوت، لان تركيا عندها مصلحة كبيرة في ان الدعم يصل في هذا الوضع، ومش هتسيب الخليج غنيمة باردة في انياب ايران طبعا، لان الخليج الوقت ادرك انه هو يحتاج للقوة التركية العسكرية، والعسكرة التركية تحتاج الى التمويل الخليجي كمان. يعني 1% فقط من اللي نهبوه الامريكان من السعودية والكويت وقطر والامارات والبلاد دي يعملوا اقوى جيش للمسلمين، مش في تركيا بس، في العالم الاسلامي بدون منازع،
وانا اقول لك 1% بس، وانا عارف انا بقول لك 1% بس ليه، ده نهبين يمكن من اول ما طلع البترول لحد النهاردة يعني نهبين يمكن 10-15-20 تريليون ويمكن اكتر من كده، وما خفي اعظم في هذه الامور، غير بقى نهب الذهب من السودان ومن مصر، ومش وبقى في امور تانية جانبية زي الرمل الابيض، حاجة انت ما تسمعش عنها، ثروة كبيرة كمان اتنهبت وما زال بتتنهب، الملح الصخري، وطبعا انت تقول لي الملح ده ثروة، اقول لك بيستخدم في توليد الكهرباء بالطاقة الحرارية، ودي قصة كبيرة، فامور كثير جدا ما تخطر لكش على بال، ناهيك عن المعادن النادرة في افغانستان وفي مناطق كمان من باكستان، يعني المنطقة منهوبة. اما اقول لك انا اصلا ما بقول لك 20 تريليون وكده، انا مش قادر استوعب ان هو، انا متهيألي الرقم ده يعني اقل، وده ممكن يبني لك مصانع، مش الرقم ده، واحد على 100 منه يعني، يعني عين منهم صفرين، يعني 200 مليار، ال 200 مليار دول ممكن يعملوا لك نهضة تركية كبيرة جدا، يعني نهضة تعادل النهضة التركية بشكل كبير جدا، لأن النهضة التركية نفسها مع الفوائد ومع المبالغات ومع النهب والسلب اللي سرقته الشركات الأمريكية كله على بعضيه جاء 470 مليار. ولما أقول لك 470 مليار تعرف إن الحقيقة بتاعته كانت 30-35 مليار. هتقول لي ليه أردوغان قبل كده؟ أقول لك كان ضعيف وكان بيختار بين الأسوأ والأسوأ منه، وكان اللي هو وصل له دوت الوقت عارف ان هو او مخططه ان هو هيتمكن وهيتمرد ومش هيدفع الا المعقول اللي هو شايفه، يعني كان في امور تانية. بس خليني ارجع لقصة العراق والخليج وكده، فتركيا عارفة ان الدعم الخليجي هيكون قوي جدا، مش لتركيا بس، لا لكل بلاد المسلمين بلا استثناء، والخليجيين عارفين الوقت ان الصراع العالمي بيخدم المسلمين، وان الدعم التركي وان دعمهم للعسكرية التركية هتنعكس عليهم هم، هتنعكس عليهم هم ازاي، هم الامريكان يمشوا وتيجي تركيا تبتزهم؟ اقول لك لا، مش الصورة دي يا بطل، الصورة ان تركيا هتدي للخليج وهتدي لكل بلاد المسلمين، هتديهم سلاح حقيقي. يعني ايه امريكا ما كانتش بتدي سلاح حقيقي؟ اقول لك ما كانتش بتدي سلاح خالص الا سلاح كله يعني فنكوش بتعبير المصريين، يعني ما هوش فعال، يعني يدي لك العربية تنقل الجنود بشهادة المجندين المصريين، يقول لك العربية جاية ما فيهاش مطور اصلا، يعني خراب بيوت مستعجل، وبعد كده يخلوا حسني مبارك وقبليه السادات وقبليه عبد الناصر، كانوا الروس بيعملوا معاه الحكاية ديت وكده، وكانوا بيخلوهم يمضوا على المليارات ويسلموهم يعني سلاح خردة، خردة يعني ايه؟ يعني حديد ما يسويش قيمته الا حديد بس، يعني الامور الفنية من السلاح منزوعة. كلام ده انا قلته مرات كثير، والاخوة الحمد لله اقتنعوا به الى حد كبير، لكن البعض كان مازال معترض، وفي النهاية لقيت سعد الدين الشاذلي بيعترف ان هم وهم في الكلية الحربية ما شافوش قنبلة، يعني طالب ضابط في الكلية الحربية ما شافش شكل القنبلة خالص، ما شافوهاش الا عند الحرب، وده كلام سعد الدين الشاذلي في البرنامج بتاع احمد منصور. خليني اركز، عايز اقولك ان تركيا هتديك سلاح حقيقي، لان انت امن قومي بالنسبة لهم، وحلم عودة الامبراطورية العثمانية لامبراطورية اسلامية طبعا، واحنا يهمنا الاسلام، الاسلام لو ان الفرس عملوا مع الاسلام زي اللي الترك عملوه مع الاسلام كنا هندافع عنهم وكانوا هيبقوا اخواننا، لكن هم الفرس بيكرهوا الاسلام لانه هدم ملكهم، بينما الاسلام بنى ملك الاتراك. خلاصة قناعتي بالاحداث في العراق ان الوقت مقتضى الصدر بيقول لهم اتفضلوا عايزين انتخابات، انتوا خسرتوا في الانتخابات، ولو انتوا عايزين قوة انا اقدر اقف امامكم واقدر اتحداكم واقدر اطردكم بالقوة. فهم الوقت طبعا في مأزق، في مأزق يعني ايه؟ يعني الوقت المحاولة ان ايران تستمر في السيطرة على العراق ونهب العراق، انا اعتقد الموضوع ده اصبح من الخيال. انا قلت لكم من قبل يا جماعة
ان العراق قادم، وهحط لكم ان شاء الله رابط الفيديو في التعليق المثبت، ولو ما لقيتوش يبقوا فكروني ابقى احط لكم ان شاء الله. فالخلاصه الوقت انه العراق خلاص هيخرج من يد ايران بشكل كامل، وبعد كده انا اعتقد سوريا كمان هتخرج من يد ايران بشكل كامل، لانه مش هيبقى فيه دعم مضمون من العراق لسوريا للقوات الايرانية المتواجدة في سوريا. واحد هيقول لي عن طريق البحر، اقول لك لو روسيا هتحمي اقول لك معاك حق، يعني ممكن روسيا تمشي الموضوع، لكن انا اعتقد ان تركيا هتعمل فكرة احسن من كده. وخد بالك بقى من الكلام ده اللي هتتوقعه، الله اعلم لو مقتضى الصدر شكل حكومة ده اللي هيحصل في المستقبل والله اعلم. ايه اللي هيحصل؟ تركيا هتبدأ ان هي تشتري رضا روسيا عشان خاطر تسلك العراق من انياب امريكا، وتسلك سوريا من انياب امريكا، وتسلكهم هما الاتنين كذلك من انياب ايران. ازاي الكلام ده؟ هتبدأ تعمل اتفاقات مرضية بين الروس وبين العراقيين من باب الاقتراح، وهتنصح مقتضى الصدر بان هو يعني يقبل الموضوع ده. وبعد كده روسيا هيبقى عندها مشكلة ازاي توصل للعراق عند اللزوم، فاعتقد ممكن يعملوا اتفاقات قواعد عسكرية. من ناحية هتقول لي خطوط الامداد ازاي هتكون مضمونة، هقول لك هتكون ماشية في الوضع الطبيعي بالشكل المعتاد. وطيب عند اللزوم وعند الحرب تركيا هتتعهد لروسيا ان هي تمشي لها خطوط الامداد عند الحرب. وطبعا روسيا مش ما بتثقش في حد، لكن هتثق في تركيا، لان بينهم ملفات كتير وبينهم شغل كتير، بينهم شغل كتير في الجزائر، وشغل كتير في السودان، وشغل كتير في ليبيا، وهي بؤرة التفرعات في ليبيا. يعني من ليبيا بيخشوا هناك يعملوا الشغل في السودان، ومن ليبيا بيخشوا يعملوا الشغل في الجزائر. لذلك انا قلت لكم تبون الجزائر انقلب فعلا على فرنسا، وانا مقتنع يعني التصريحات اللي بتحصل بينه وبين الفرنسيين دي مش مصطنعة، انا مقتنع ان هو انقلب على الفرنسيين، مش لان انا اثق فيه. انا قلت لكم لا اثق في عساكر، عساكر السودان احسن منه 100 مرة، لكن لا اثق اي لا اثق في عساكر اصلا. واحد يقول لي يا كابتن لطيف امال انت ليه واثق في ان تبون فعلا عمل كده؟ اقول لك لان روسيا من الجنوب الليبي وفرت له شيء مهم جدا. ايه هو؟ وفرت له الدعم اللي هو هيحتاجه، ووفرت له الحماية اللي هو هيحتاجها، فهو يبقى ليه خايف من فرنسا ليه؟ اللي يخليه يدي الغاز لفرنسا؟ طب روسيا عملت كده ليه؟ ما هي بتغلق منابع الغاز على اوروبا كمان. وهتلاقي تبون كل شوية يقول لك احنا خطوط الغاز مش عارف التوربين عطلان، مش عارف في ايه اللي حصل، وهيبدأ يعرقل برضو شوية في موضوع الغاز زي ما روسيا بتعمل في اوروبا كده. عموما خليني بس اركز في موضوعي، مسألة ان تركيا ان روسيا تثق في تركيا يعني ثقة كده وخلاص، دي مسألة مستحيلة. انما روسيا هتثق في تركيا عشان الملفات اللي انا قلت لك عليها، وروسيا كمان عايزة تطلع تروح فنزويلا هناك، فده كارت كبير جدا مع الاتراك ان هم يضغطوا على الروس بيه. وبعدين الاتراك عايزين النشاط الروسي في شرق ليبيا. هتقول لي يا نهار اسود والنشاط الروسي في شرق ليبيا ده بيصب في مصلحة الاتراك؟ هقول لك بيصب في مصلحة الليبيين نفسهم. ازاي الكلام ده؟ ما هو النشاط اللي هو في شرق ليبيا ده لولاه يا ابو الابطال كانت امريكا ضغطت هي والغرب على الحكومة بتاع غرب ليبيا، وكانت خلتها تديهم قواعد عسكرية، وكانت خلتهم ان هم يعملوا يعني يوقعوا على انتاج بترول بكميات معينة، يعني كانوا هيبتزوهم، يعني هيبتزوهم زي ما كانوا بيبتزوا القذافي يعني، او بصورة اقل شوية، يعني كان هيبقى فيه سيطرة او شبه سيطرة. هتقول لي ده المجاهدين يعملوا مش عارف مصراتة هتعمل، اقول لك يا ابو الشباب السلاح الحديث ما خلاش مجال للانسان ان هو يعني يبين فتوته وعضلاته وقوته وكده. لكن طبعا احنا لا ننكر مجهود اخواننا المجاهدين جزاهم الله خيرا وكده، لكن الحقيقة الغرب عنده ميكنة عسكرية ممكن يعمل لنا إبادة،
يعني يجي شويه مجاهدين رايحين يهاجموا قاعده عسكريه وهم متهيأ لهم ان هو يعني بقى ان هم مستخبيين في الشجر وعاملين مش عارف ايه وبيصحفوا على بطنهم، واللي واقف يراقبهم بالطياره المسيره اللي هي على ارتفاع كبير وحجمها صغير وما همش شايفين الطياره المسيره والمراقبه ليليه وهم مش دارين بحاجه، وواحد بيراقبهم بالطائره المسيره الصغيره دي وبيضحك ومستنيهم لما يخشوا في الفخ في حته معينه عشان يعمل لهم اباده. التقنيه العسكريه الحديثه يا جماعه غيرت اشياء كثير. الخلاصه، الوجود الروسي في الشرق الليبي هو اللي طرد فرنسا من مالي، وهو اللي عامل قلاقل لفرنسا في النيجر ومش عارفين كم حته كده، وهو اللي بيخرب المستعمرات، وهو اللي بيحمي السودان، وهو اللي طرد فرنسا من ليبيا، وهو اللي طرد ايطاليا من ليبيا، وهو اللي يعني هو العمدة بتاع الشغل ده كله، ومحدش فيهم قادر يعمل حاجة لان محدش فيهم عايز يخش في مشاكل مع روسيا اللي هي بتنكر اصلا ان هي متواجدة في شرق ليبيا، وبتقول لك دي قوات فاغنر واحنا ملناش علاقة بالمرتزق وكده. طبعا كذب، كذب واضح، زي ما كان ديك تشيني بيعمل مع شركة هيلبرتون، اعتقد ان ما كنتش نسيت اسمها، نفس الحكاية بالضبط ونفس الصورة. بكده يتضح لك ان كمان روسيا عارفة ان تركيا محتاجاها، فهتقبل منها اي اتفاقات وهتقبل منها اي ضمانات وكده. هتقولي طب ما هو الصدر يرجع يخون، اقول لك مش هيقدر يرجع يخون لان هو خلاص تمرد على ايران، وهيخون يروح فين؟ وهيخون عشان ايه اصلا ان كانت هي مصلحته الكبرى مع تركيا ومع الروس، والحماية هتتوفر، والعراق هينتج بترول بتوازن بتفاهم وتوازن روسي، ويرجع مقتدى الصدر يظهر ان هو الزعيم اللي انقذ البلد، ودي حقيقة وده هتحصل، ويعني على الارجح هتحصل من وجهة نظري انا، انه هيكتب التاريخ ان مقتدى الصدر هو اللي لم شمل العراق وهو اللي اعاد للعراق مكانته. دي هتحصل. هو بقى شيعي، هو جاي مجوسي جاي من القمر. انا مش بكلمك من منظور ديني، انا بكلمك من واحد خدمه الصراع العالمي ان هو يقدر يعمل حاجة زي كده. احنا قبل 30 سنة او قبل 20 سنة لو سألتني ايه رأيك في اردوغان كنت قلت لك هو واحد من كلاب امريكا زيه زي اي كلب من كلاب امريكا، وبعد كده تطلع الايام وتمشي وتبين ان اردوغان رجل متدين، وبعدين قلت في ذهني خلاص يعني هو حتى لو فرضنا ان هو شيخ الاسلام هيعمل ايه قدام القوات الجبارة ديت؟ هيفضلوا يخلوه يخرب في تركيا، يخرب في الاديان والمعتقدات التركية وكده اللي هي الاسلامية يعني في تركيا، وبعد كده نتفاجئ يا ابو الشباب ان اردوغان يحبط الانقلاب العسكري التركي اللي هو بيد امريكية ويقلب العالم رأسا على عقب. والله اقول لك انا قناعتي هو في الاول وفي الاخر توفيق من الله سبحانه وتعالى، انا قناعتي ان اردوغان فارس القرن 21 بلا منازع، زي ما كان الشيخ سيد قطب فارس القرن 20 بلا منازع، والاثنين دول لو تزامنوا مع بعض في زمن معين كانوا قلبوا العالم اكثر من كده بكتير، لان اردوغان عقلية استراتيجية فزة، والشيخ سيد قطب عقلية دينية واستراتيجية كذلك. هو يعني قال لك حاجات حصلت كتير، قال لك الغرب، قال لك العساكر بتوع مصر دول مش هيحاربوا اسرائيل، وقال لك ان دول عشان يموتوكم ودول كلاب حراس عليكم، في مفاده في هذا الكلام. الخلاصة يعني ده عقلية فزة وده عقلية فزة، الحمد لله رب العالمين. فخليني ارجع لكلامي، لما اكلمك بقى على مقتدى الصدر ما تحطش في دماغك حكاية شيعي وان هو مجوسي، انا معك هو شيعي والشيعة مجوس وروافض وما لهمش علاقة بالدين وكده، لكن مقتدى الصدر احسن من كلاب ايران 100,000 مرة. هتقول لي بقى كان كلب ايراني، هقول لك يبدو ان هو كان بيتزلف لهم، ويبدو ان هو كان يعني عنده برضه موائمات، وقلت لك اردوغان في عهده الاول كان بيتزلف الامريكان وكده، لما قدر اردوغان اتمرد على امريكا وشطها، وهيتمرد على روسيا والصين وهيشطهم كمان، وهو اصلا ما هوش مضطر لهم الوقت ده، هو الصراع العالمي خدمه. مقتدى الصدر هيعمل صورة مصغرة من الموضوع دوت
يعني هيبدأ ان هو يتخرب من الخليج وهيبدأ ان هو يعني يوحد الخليج على أسس قومية وعرقية وعربية ومش عارف ايه وبتاع في البداية، لكن انا اقول لك في نهاية المطاف ان شاء الله يعني بقى مع تربية الشعوب هتلاقي الشعوب هي اللي هتطالب بإمارات إسلامية، سواء كانت متحدة في يعني متحدة مع حكم ذاتي، أو سواء كانت إمارات إسلامية يعني متحدة بشكل كامل. ده مش موضوعنا دلوقتي. أهم سؤال في الحلقة وبخليه دايما للآخر، هل هتحدث حرب أهلية في العراق؟ أقول لك في احتمال إن هي تحدث، والأغلب إن هي لن تحدث يا أبو الأبطال. إزاي؟ لو حدثت الحرب الأهلية العراقية في العراق بين الفصيل الشيعي بتاع مقتدى الصدر وبين الفصائل الشيعية الموالية لإيران، هقولك هتبقى حرب سريعة جدا وخاطفة جدا، وهتلاقي أولياء إيران هربوا، ويمكن إيران تقتل القادة بتوعهم عشان تخفي الفضائح معاهم. يعني اتوقع لو حصلت الحرب هتكون سريعة جدا وخاطفة جدا، والصدر هيحسمها بسرعة، لان واضح ان امريكا مترسناله اسلحة كبيرة، وواضح ان الاتراك نصحوه بدل المرة 100 وقالوا له لا تأمن للامريكان، واوعاك انك انت تبدأ حرب الا لما يكون عندك الكفاية وكفاية الكفاية، ويكون عندك ما يكفيك 10 سنوات حرب. يعني هيشترطوا شروط كبيرة خبراء أتراك هم اللي هيحطوها لمقتدى الصدر، ويعني خبراء عسكريين أتراك هم اللي هيحطوها لمقتدى الصدر، وهو هيطلبها من أمريكا. وواضح أن أمريكا نفذت الجزء أو تفاوضت على جزء، ولكن نفذت الجزء المعقول اللي يضمن لمقتدى الصدر الحسم السريع والنصر السريع. يعني امريكا مش هتتمكن ان هي تخلي الصدر يضرب في اولياء ايران وتقعد ان هي تستفيد، واللعبة بتاع زمان دي خلاص مش هتنفع، ومش هيلاقوا اصلا مصدر او مكان ان هم يوصلوا به الامداد، وهتحصل قصص حزينة. يعني باختصار هذه الصورة يعني راحت، مش هي الوقت من التاريخ انتهت. فلو حصلت حرب اللي هتصل انها تكون حرب قوية جدا وشرسة جدا وسريعة جدا، والصدر هيحسم فيها بسرعة. ومع ذلك اقول لك انا ارجح الاحتمال الثاني مش الاحتمال ده. ايه هو الاحتمال الثاني اللي انا برجحه؟ الاحتمال الثاني يا ابو الشباب اللي انا برجحه هو ان هيحصل تفاهمات الوقت بين القادة الشيعة الموليين لإيران. هتقول لي ما انت قلت الملكي قالب على الصدر قلبة جامدة وكده، هقول لك هيحصل بعض القادة مش لن يكون بإمكانهم ان هم ايه ان هم يعملوا تفاهمات مع الصدر، لان هم ولاؤهم إيراني 100%، لكن مش هيلاقوا تحتيهم قادة اصغر، ومش هيلاقوا حد يوجه المعارك من تحت، ومش هيلاقوا حاجات كتير. يعني ازاي الوقت اللي بيحصل في العراق شغل المرجفين. المرجفين دول يا ابو الشباب بقى ده جهاز يعني لسه اوسخ من جهاز المخابرات كمان. يعني هو جهاز يعني انا مش عارف اسمه ايه في الاستراتيجيات بتاعتهم، بس هو اسلاميا تقدر تسميه المرجفين. المرجفين دول يا سيدي او المرجفين دول هم اللي بيخوفوا الجنود وبيخوفوا القادة، وبيقول لهم مش هتقدروا، والتاني معاه قوة اكتر، ويبث في قلوبهم الرعب، ويبدأ يفتح لهم حلول. ايه اللي يخليكم تقاتلوا في سبيل ايران؟ ما الحقوا انضموا الى القوات الصدرية وكده. وفجأة تلاقي اللي بيحصل ايه، ان القوات بتاع ميليشيات ايران اللي هي الميليشيات العراقية الموالية لايران بتنهار وبتنضم ايه الى ميليشيات الصدر. هتقول لي الكلام ده حصل في التاريخ، اقول لك لسه حاصل ايام صدام حسين ساعة ما غزا الكويت، وما جم ضربوه بقوم يطوحوا منشورات على الجنود لان هم ما كانوش عارفين يتغلغلوا جوه العراق. بقوم يطوحوا الطيارات الامريكية بقت تطوح منشورات على الجنود وتقول لهم هنعمل لكم لجوء في اوروبا، واللي عايز يهرب منكم يسلك الطريق الفلاني، ورسمين لهم خريطة ويقول له امشي في المكان الفلاني وهتوصل للصليب الاحمر. وفعلا وكانوا بيمشوا وبيوصلوا للصليب الاحمر وبيتم التحقيق معهم، بل في ناس فعلا ودوها لجوء في السويد وفي امريكا وفي كندا وفي مناطق كثير.
فمسألة تخويف جنود العدو ديت وتخويف القادة بتاع جنود العدو دي سلاح اللي هو بتاع المرجفين دول هو سلاح خطير جدا، وكل واحد هيفكر يعني هيقولك انا هنا جندي وانا هنا جندي، شو خصني انا في الموضوع وكده. مفيش ترابط، مفيش قتال عقائدي في الموضوع. وانا اعتقد لو حصلت حرب يا ابو الشباب هتكون الحرب سريعة، عشان كده لان الميليشيات العراقية فجأة الجنود هتهرب وهتنهار، وبعد كده هتبدأ تفكر في الانتماء للتيار الصدري وتلحق مكان في الجيش العراقي. هيفكروا بهذه العقلية وهيسيبوا القادة، القادة الكبار هيهربوا على ايران، اللي ممكن تعدمهم او تقتلهم قبل الوصول الى ايران، او تاخدهم هناك وتقعدهم عشان تستعملهم في المستقبل، وده احتمال مش قليل. يعني ممكن حاجات كتير زي كده تحصل. فشغل المرجفين هو اللي هيخلي الحرب سريعة لو حصلت وكده. لكن مع الارجاف بقى، لو الارجاف والتخويف وصل الى مرحلة معينة مش هتحصل اصلا معركة خالص، وهتلاقي ناس بدأوا ان هم يعلنوا ولائهم لمقتدى الصدر وبدأوا يخضعوا لتشكيل الحكومة حسب القوة اللي يمتلكها مقتدى الصدر. فالوقت اللي عملوا مقتدى الصدر في المنطقة الخضراء واقتحام البرلمان والامور دي هي مجرد فرض عضلات مش اكتر من كده. وبعدين الفريق المنافس ليه اللي هي الميليشيات العراقية الموالية لإيران بقت واقفة في ذهول، ازاي ده يحصل ومش قادرين يعملوا حاجة. فهم الوقت عرفوا مكانتهم بالضبط، اعتقد الصورة بقت واضحة امامهم بدون شك. وان هم الوقت يعني انا اقول لك انا ارجح بقوة ان هم هيختاروا مقتدى الصدر مع هروب كم واحد كده والمسألة تتصفى. وزي ما قلت لك لو حصلت حرب اهلية هتكون سريعة جدا. فكرني اسيب لك روابط الفيديوهات القديمة لو انا نسيت، وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم.